سيدنا. نعم. الآن الموقف حرج. نعم. وتدري الولد يحبون الكراسي يموتون عليها. شيء أكيد. فمرات يردون يستميلون المتظاهرين. أكو يريد يركب الموجة. وايكم. هم إجوكم هم إلكم كان موقف. أنا سمعت لي سالفة. إيه أنت سمعتها صحيح. إيه. إجوا هواي وقدموا هدايا كثيرة وأعطيكم اللي تريدوه. إيه. بس اللي متمسك بأمر الله ما تغرى فلوس الدنيا. ونعم بالله. إيه. الحمد لله والشكر. كحاليا أسولف لك كأمور الجبل والساحة وجسر السنك والجمهورية وقراج السنك اللي لزموه كبار جايين على مود قضية أفضل من قضية المادة. المادة اليوم يمك باكر مو يمك. اليوم تتونسك الفلوس باكر تحاسبك. إيه. مثل ما أجى المرشح اليوم جزاها ما نريد نذكر اسمه ولا مرشح اجى اليوم؟ ايه اجى مرشح اليوم بحديقة الأمة. ايه. هو رشحوه رئيس الجمهورية والأحزاب. فأي بشر يجي يعني أنتم شنو كان خلاف رضاكم؟ طبعا احنا ما قابلين عليه. هو من ضمن الأحزاب من ضمن الحكومة اللي حكمتنا هاي. سيد أنت خوش سولف وياي. ايه. أنت هسه قلت عبارة قلت هم. نعم. رادوا يستميلونه. إيه يعني رادوا يعرضون رشاوي. نعم. ورادوا يعرضون فلوس. نعم. او واحد يلمعون صورته. اي نعم صحيح والله. مو انت اللي وصلت لك المعلومه وتعرف فيها المعلومه كل زي وصلت لك صحيحه. اي وصلت الشخص او نمرد نذكر اسمه وتريد نذكر لك اسمه. اي لا قول قول قول. اي واحد من الناس اني وصلت لك المعلومه بهاي. جاء احد الشياطين بالارض من احزابك من طرف شخص جاء شخص شخص. المهم اتصالات صارت وهاي انعرض مبلغ مالي انعرض مبلغ من قبله. اي من قبله بين تساندونه بالجبل والساندونه بوسترات وننزل بوستر عالي وانا شو تريدون اعطيكم واتفقوا يا قيادات الساحه على اكو كلام للنبي محمد من مثل ما صار سلام الله عليه لا خيرتوني بين الارض والسماء ايه انا اقبل باموالكم صح لو لا انا ما حافظ على المريض لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري جزاك الله خير الجزاء ثق بالله لو عرضوا علي اموال الدنيا وعلى كل الشباب الموجودين في الساحة ايش كثر عرض هذا؟ والله تقريبا اتوقع بوقتها 50,000 دولار بس تنزل له بوست اي والله وتقول عليه زين اي ثق بالله بالاذاعه منها بالمايك اقول هذا يابا خوز المزين انتهى الموضوع ايش وقت راح تبطلون مو الوليدات شبعت موت والنسوان الاسود صار علامه والامهات عمت عيونين وانت تصرف فلوس الشعب البقتها ايش تم 50,000 دولار ايش تم 50 مليون دولار انتوا عبالكم بفلوس الفقرة تصيرون زلم تصيرون حكام شهر ما ظليتوا بديهم شهر ما ظليتوا بدين الزلم كافي العين تستحي من العين والمتربي يخجل والبشر يغلط بس لا تزر وازرة وزرة أخرى نقطع هنا ونقطع هناك ونروح بس ما نبيع كل شيء خلوا لكم طريق مع الله كمل لي هاي السالفة ايه فالمهم قلت له انت انا ما اطيق قلت له ما مرفوض هذا اي بوست يعني انا حشو وياك بالتليفون اي تليفونيه مو هو شخصيا يعني تدري وساطة لان هو شخصيا مرشح رئيس وزراء اي هو يريد يرشح إيه يريد يرشح بس هو من ضمن الاحزاب هاي حشاك سيد لو ماخذ 50 ايه. ونسويها دعم ايه. وحاط صورته وكاتب عليه ما هاي هم راح تصير مال حرام لا وانت انت راح تنفقها بس هم وافقت في سبيل المجاهدين حتى لو بس وافقت بالحرام وافقت بفلوس الحرام وكل العالم حرام ايه؟ هاي فلوس الحرام ايه؟ لو وين ما تريد توديها حتى لو توديها للخير فهي تظل فلوس حرام تصير ايه؟ ببطن العالم وراها عافت انتهى الموضوع انتهى الموضوع ايه حتى سوى لي حظر والله والله العظيم ايه والله الرقم السداري قاعد ادور والله بعد ما يخابر ايه ما يخابر بعده الخمسين لنا خمس دفاتر
تهددت ووصلت معلومات و كثر عندهم فلوس على اذا على كل تصوير 50,000 دولار. شوف إذا ربك اذا اريد نعلق هسه 10 بوستات بالجبل ما شاء الله ابن الجبل كله مطول مطول. شوف المال الحرام نعم. شو يسوي باهله؟ وين يوصل ربعه؟ اللي صارت جداوه بس ترضى عني دائما كنت اقول اني والله اللي ما يرضى عليه الشعب ما يصير.